أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. عودة مؤقتة للهواء الكوس باكر بإذن الله، لكن عقب باكر يرجع الهواء الشمال الغربي. أجواء حارة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يستمر ويانا خلال الأيام القادمة خلال النهار وأيضا خلال مساء. نسب الرطوبة متفاوتة من منطقة إلى أخرى تتراوح ما بين 20 إلى 60% في بعض المناطق. تعرف على أجواءنا أكثر عبور السحب حاليا على مناطق دون غيرها، والهواء الشمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة حاليا. سرعة الرياح حاليا 8 كيلومتر في الساعة، ودرجة الحرارة 32 درجة مئوية، والرطوبة نسبية 22% في المناطق السكنية ومدينة الكويت، وهي أعلى من ذلك على بعض المناطق الساحلية تصل إلى 50 و60%. الرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر في جميع المناطق، وكحد أقصى سرعة الرياح الشمالية الغربية اليوم تصل إلى 26 كيلومتر في الساعة من 8 إلى 26 شمال غربيها، وخفيف إلى معتدل للساعة 12، لكن بعد ذلك الرياح راح تقل سرعتها أكثر، وتدريجيا مع ساعات الصباح الأولى تتحول إلى جنوبية شرقية. عبور السحب راح يستمر ويانا على مناطق دون غيرها، ودرجات الحرارة للساعة 12 تتراوح ما بين 27 إلى 30 و31 درجة مئوية في أغلب المناطق. المناطق الساحلية والجزر درجات الحرارة فيها أيضا تتراوح ما بين 28 إلى 30 درجة مئوية. منتصف نهار يوم الغد الهواء يقلب إلى كوس ويكون خفيف إلى معتدل، ينشط على فترات من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة. نشاط الرياح راح يكون خلال النهار فقط، هواء كوس نشط على فترات، لكن خلال المساء تتراجع سرعة الرياح تدريجيا وتكون خفيفة إلى معتدلة، ومع نهاية يوم الغد يقلب الهواء إلى شمال غربي. أجواء حارة خلال النهار، درجات الحرارة تتراوح ما بين 36 إلى 42 درجة مئوية في أغلب المناطق، مع عبور السحب المتفرقة على مناطق دون غيرها، والبحر راح يكون أيضا خفيف إلى معتدل يعلو الموج أحيانا، ودرجات الحرارة في السواحل الجنوبية والجزر تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية. خلال المساء الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة، لكن خلال النهار الهواء نشط على فترات، لذلك ارتفاع الأمواج خلال النهار من 2 إلى 6 قدم، والفترة هذه من فترات الحمل، لكن بعد ذلك تتراجع الأمواج وتكون من 2 إلى 5 قدم. المد الأول بإذن الله الساعة 10 دقيقة صباحا، والمد الثاني الساعة 10 و24 دقيقة مساء، والجزر الأول الساعة 4 و18 دقيقة صباحا، والجزر الثاني الساعة 4 و33 دقيقة مساء. المواقيت بإذن الله أذان الفير الساعة 3:22، والشروق الساعة 4:53، والمغرب الساعة 6:36 دقيقة. أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 41 إلى 44 درجة مئوية، باكر هواء كوس، لكن بعد ذلك يرجع الهواء الشمال غربي. ارتفاع أيضا في درجات الحرارة خلال المساء، تتراوح الصغرى ما بين 25 إلى 30 درجة مئوية خلال الأيام القادمة. باكر عبور لبعض السحب 41 العظمى والصغرى 25، هواء كوس خلال النهار نشط على فترات من 12 إلى 40، تتراجع سرعة الرياح تدريجيا خلال المساء، مع نهاية يوم الغد يقلب الهواء إلى شمالي غربي. يوم الأربعاء بإذن الله راح يكون شمال ويستمر ويانا ليوم السبت، خفيف إلى معتدل السرعة من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة، مع عبور لبعض السحب في يوم الأربعاء 43 العظمى والصغرى 26، ومثلها في يوم الخميس مع أجواء مشمسة 43 العظمى والصغرى 28، وهو خفيف إلى معتدل من 10 إلى 32 بإذن الله. في يومي الجمعة والسبت العظمى تتراوح ما بين 43 إلى 44، والصغرى تتراوح ما بين 28 إلى 30، والهواء الشمالي غربي خفيف إلى معتدل من 10 إلى 30 و10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أعزائي المشاهدين، أجواء حارة خلال النهار معتدلة في الفترات المتأخرة من الليل والفجر، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة متوقع خلال الأيام القادمة. عودة مؤقتة كوس، بعد ذلك هواء شمالي غربي، ونسب الرطوبة تتراوح ما بين 50 إلى 70%. نشرتنا الجوية تنتهي، والآن نعود للطرف الآخر من الاستديو لاستكمال النشرة.